عينيك بقف وبنتهي تاني، ليه كل مرة يجرى فيها كده؟ كنت متأكد انه حلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي خلف ما ماتش، جيناتك الوراثية بهدلتني في وشي. انا ليه ما طلعتش شبه مامتي؟ حبيبة امها. مام روح. مام عيني. مام عيني. ماما ضنايا. ارجع بالذاكرة لورا، وانت حامل فيا كنت بتتوحم على مين؟ بتوحم على ابوك طبعا. عيش انت بقى مع الخطيئه وانا هتكل على الله بقى. ايه رايح الورشه؟ لا انا هروح الكليه الاول قبل الورشه. Only you كلام سر ولا ايه؟ اه ما احنا اتكل على الله. ذكرني عامل ايه؟ ايه يا ابني انت ده؟ اللي بهدلك كده يا رضا؟ لا انا واخد دش قبل ما اجي الجامعه اصلي. شفتش اللي حصل؟ ايه؟ وانا ماشي بعربيتي غرقته، كان شكله يفطس من الضحك. يا رضا حرام عليك، مش قلت لك قبل كده خد بالك وانت ماشي على الرصيف؟ المره الجايه همشي جوه الرصيف عشان الباشا يتشقلب براحتي. اه صحيح، نسيت اعرفكم ببعض، ده رضا زميلي في الجامعه وميكانيكي كده قد الدنيا في حتتنا. نادر ظابط ميكانيكي. ماله الميكانيكي يعني؟ سنت تقعد تحت ايدي وانا ساعتها هتعمل ايه؟ هعمل لك عمره كامله وهغسل لك الموتور. حامله يا نور؟ الحمد لله. امسكي. ايه ده يا رضا؟ شوكولاته؟ ما انت عارف ان انا مش بحبها. اه عارف بصراحه، بس قلت يعني هنخليها جبال. لا يا رضا شكرا، تسلم ايدك، خليها لك انت، انا مش عايزاها. ميرسي يا رضا، ربنا يخليك. يلا نروح عشان نلحق بقى يوم. يلا باي يا رضا. يلا يلا بينا مش تاخرش. يلا يلا باي باي. رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا، ارزقنا يا رب. يا اسطى عرفان. ارزقنا يا كريم. يا اسطى عرفان. الحمد لله. خلي بالك قبل الورشه. قبلك يا اسطى. على راي الناس افتح الكبوت واقفله، المزاج المايل النسوان تعدله. انا عايزك تصلح لي العربيه دي بنفسك. مالها السنيور يا مؤاخذة؟ مش عارفة كل شوية بتسخن ليه؟ والكحة بتاعتها ناشفة ولا فيها بلغم؟ شوفي العربية بتسخن ليه بقى؟ تلاقيها بتسنن. أخبار جنين إيه يا اسطى؟ كويس إنك جيت يا رضا. لا مؤاخذة ثواني. الحقنا يا رضا، بوس إيدك. العربية بتسخن وكل ما أحط لها مية تنشف. واكله فسيخ يا اسطى. واكله فسيخ ايه ونيله يا رضا؟ يا رضا ابوس ايدك، ابوس ايدك، ما تحرجنيش مع الزبونه. انا متفق انا والزبونه نجرب العربيه في الساحل. العيب فين؟ العيب في الجيب. ايه اللي في الجيب؟ يا رضا ما تهزرش بقى، العيب فين يا ابني؟ ما انت اللي بتهزر يا اسطى. الرادياتير مخروم. هذا ناصر. اوامرك يا خبير التليين. هلا هلا. فك الرادياتير بتاع العربيه دي. العربيه بس. ست سوزي يا اهلا في منتجع الانوثه. اهلا. بلا العربيه ست الفل، شرقانه برضك؟ الموتور بيسخن. معلش هو دوره ماشي. ما تدوري العربيه وبعدي عن الموتور. اشمعنى؟ عشان ما اسخنش اكتر.
عسل. ايه ده؟ انا بجد مش مصدقه العربيه بقت ملبن. عارفه لو انت كنت سبتها لي يومين بس انا كنت رجعت لك عربيتك كاسحه الغاز. امسكي شوكولاته. قلت لك مليون مره مش بحب الشوكولاته. طيب هي بقى عايز كام؟ صدقي كده انت خليتي مشاعري تقفش منك. ليه؟ انت بتشتميني يا نور؟ والله ما كنت اقصد. اه ما فيش حاجه بقى زعلان منك، اهم حاجه تكوني مبسوطه. هو انت مش عارف انا بحبك قد ايه؟ معلش خليك معايا ثانية واحدة بس. ميرسي يا رضا، تسلم ايدك، ربنا يخليك. ايه ده؟ سماعة؟ انت كنت بتكلمي نادر وانت بتكلميني؟ اه نادر كان معايا، بس بجد تسلم ايدك يا حلو يا قمر يا مقلبة زنتة. طب لو محتاجة تلفي لفة تانية عشان تتأكدي من العربية انا فاضي ما وريش حاجة. لا انا مش فاضي، هوصلك الورشة واطير، ماشي؟ ايه نادر كنا بنقول ايه بقى؟ تعالى تحياتي. تشكر يا رضا، نردها لك في الافراح ان شاء الله يا معلم. لا عفا على ايه، انا عملت حاجه؟ لا طبعا، تسلم ايدك. ممكن انزل انا هنا؟ اه اتفضل. خليك واثق من نفسك، اكيد اكيد الكلام كله ما كانش في التليفون، اكيد في حته ليك يعني. كيتي فين الشاي؟ ايه ولا ما تستبر شويه. لا هو انا مانيش نفسي يعني زي خلق الله اتفرج على الفيس بوكسر. بوكسر؟ الله بيستني ده وتتفرجي بس. العمود يا رضا. ايه؟ صورتك ايه يا ولا؟ على البوكسر؟ على الفيس يا ولا. لا صورت. اقرا لي بقى اللي مكتوب تحت الصوره بتاعتك عشان ما معيش نظاره القرايه. مليون شير؟ ده مصر كلها شير يا رضا. ما ترد يا ولا. لا ما مش صورتي. صورتك ومكتوب تحت فيها كلام، اقراه لي احسن لك. هي صورتي بس مش مكتوب عليها حاجه. انت هتستعملي مكتوب ايه تحت ايه؟ ها؟ النسناس الكيني في موسم التزاوج. يا اختي سم الله يا ناس، وماله النسناس ده حتى حيوان ذكي. يعني انا ذكي يا اما؟ لا حيوان. يا ول ملك الدلدلت كده ليه؟ مالك يا ول؟ مالك يا ولد يا رضا؟ يا لهوي الواد الزرزر كده ليه؟ رضا تعالى. سلم عليكم. ازيك؟ ازيك يا نور؟ ازيك يا استاذ نادر؟ ازيك يا اشرف؟ اشرف ايه يا نادر؟ اسمه رضا. اتفضل يا رضا اقعد معانا. لا لحسن اضايقكوا، شكلك انت والاستاذ نادر بتتكلموا في حاجه سر. بطل غلاسه، المكان زحمه ومش هتلاقي مكان تقعد فيه. ايوه. ايه يا بنتي؟ قولي دي مسترده؟ انا في حاجتين في الدنيا دي بموت فيهم. طب ايه بقى اول حاجه؟ المسترده. ماشي. طب وتاني حاجة؟ الشاورما طبعا. اه الشاورما. بقول لك يا نور. شفت كده الصورة دي؟ في حاجة ولا ايه؟ طب خد اشرب مية. ايه رأيك بقى في الفيلا دي؟ اشمعنى يعني؟ لو عجباكي هخلص فيها على طول. طب نادر مش وقته دلوقتي. هو ايه اللي مش وقته؟ ده انا صورت لك حته حته. وبعدين يا نادر الله واحنا لوحدينا هبقى اشوفها. رضا رضا رحت فين؟ لا ما رحتش، سرحت شويه بس. طب انا ونادر هنمشي، عايز حاجه؟ لا ربنا يوفقكم. يلا يلا.
على فكرة ذكر ان سناسي الكيمياء يا رب ابوك يحبك هنجيب لها سيرة يا باشا. طب سلام يا اشرف. اسمه اشرف يا باشا، ولو تحب قول لي انا سانيسو. تمام يا سانيسو. احلى على فكرة. احلى كتير. جميلة يا سانيسو، حلوة. استغفر الله العظيم يا رب. مالك يا رضا؟ عامل زي البت اللي اتقفشت في وضع مخل كده ليه؟ يا رضا يا رضا كبر مخك يالا. فيها ايه يعني لما الناس تقول انك شبه النسناس الكيني؟ هو حيوان زي اي حيوان، زي القط الكلب التيس. طب تصدق بالله النسناس ده حيوان جميل قوي قوي، ده ما بياكلش غير موز يالا، موز. جرى ايه يا عم عرفان؟ انت جاي تواسيني ولا جاي تضايقني؟ ما تحطش كلام الناس في دماغك وتسرح بيه. اسمع ياض الكلام مني، انا راجل شايب وعايب، اقصد شايف وعارف. ارحم. ايه في ايه؟ دي نور. نور. نور ايه؟ يا باشا لحسن تكون شفت الصورة. هي عندك على الفيسبوك؟ دي الصورة دي كان ناقص لها يومين وتتحط على علب السجاير. اكيد الواد نادر الرخم ده قال لها. في داهية مش مهم، المهم انت لازم تحط في دماغك انك مش شبه النسناس. بس خلاص سيبني امشي انت. وحتى لو شبه النسناس ده حيوان زي اي حيوان. خلاص امشي انت. انت مش شبه النسناس يا رضا. خلاص مش امشي انت. حط ده في دماغك. خلاص امشي انت. خلاص امشي ازاي قبل ما اقول لك انت مش شبه النسناس؟ خلاص انا كده صدقت ان انا نسناس. جرى ايه يا عم عرفان؟ مش شبه النسناس بقى خلاص. صباح الخير يا رضا. صباح النور يا قمر والنور. بقول لك ايه، العربيه قطعت تاني. لا والله ما حد مادد ايده في العربيه غير انا. قدام يا قمر قولي لي عيب فين. خلاص خلاص يا سيدي ماشيين. تخيل يا رضا، يا ريتني سمعت كلامك من الاول. ايه يا ستي، على الاقل ان احنا بنشوفك يعني. معلش بقى هتعبك معايا، بس انا مستعجله على العربيه قوي. لا لا ولا يهمك، دي هي كلها ربع ساعه وهسلمها لك زي الفل. اصل انت مش عارفه انا بعايز عربيتك دي قد ايه. بجد الكلام ده من قلبك؟ من جوه جوه حواري قلبي. اصل انا بحب العربيه دي قوي. وانا كمان بحبك. انا عند رضا في الورشه شويه وهخلص واكلمك. باي. تاني كنت بتقول حاجه يا رضا؟ لا بقول لك عرفان بيقول لك روح امسك اللمبه. حاضر. العربية اتظبطت ظابطة زي الفل يا قمر بيطل. تسلم ايدك يا عم عرفان. لا خليه عرفان حياة، احنا بقينا الريليشن شيب. خلاص عرفان. او صحيح شفت صورتك اللي على الفيسبوك امبارح. صورة ايه؟ صورة النسناس الكيني طبعا. بس بقول لك ايه، دمها خفيف قوي ولايقة عليك. ما انا قلت له كده. ايوه صح. وقلت له والله حيوان زي اي حيوان. يا رضا. يا رضا. ايوه يا امه. يا رضا. ايوه يا امه. ارهقتني ذهنيا. مالك يا ضناي متدلدل كده ليه؟ نور شافت الصوره. صوره ايه؟ صوره النسناس. طب ما تشوفها. هو يعني اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ لا خلق غيرها، بس انا بحبها يا امه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه يا امه، هروح بيت جدي اقعد كده اشوف الدنيا فيها ايه وربنا يسهل. تقلقش عليا يا امه. ماشي يا ضناي، روح بيت جدك. تروح ابوك ترفرف عليك تنسيك همومك. ما روح ابويا، دي هي اللي جايبه لك كافيه. قولها لي في وشي يا امه، ما تتكسفيش مني، ان نور مش هتبص لي يا امه. ليه يا ضنايا؟ ده انت زي الفل. لا مش زي الفل يا امه، انا وحش وانت عارفه يا امه. عمر الحب يا حبيبي ما كان بالشكل. امال بايه يا امه؟ بالقلب يا رضا، بالقلب الطيب يا ضنايا. يعني انت يا ماما بتحبيني؟ امال ايه؟ ده القرد في عين امه غزال. ربنا يسامحك. Thank you.
هو المهم القلب زي ما امي قالت لي. الشكل برضو مهم. الله يكون في عونك. شكل انا عجيب. اللي مجنني انا ما طلعتش شبه امي ليه؟ حلوه عينيها خضر، ما طلعتش ليه شبه جدي؟ ده كان شكله اجنبي رحمه الله عليه. انا لا، انت مش بتشاور عليا، اصل انت موجود هنا من زمان وانا ما كنتش واقف هنا. انت بتشاور على ايه؟ انا عايز اعرف. ما كده ايه استرى ولا الشباك هنا؟ ايه ده؟ بتشاور على ايه؟ على الكونوكينو؟ بس الكونوكينو ما فيهوش حاجه، ماله الكونوكينو؟ جوه الكونوكينو؟ جواه؟ هي اكيد فيها ذهب. ايه ده؟ المنبه المعفن ده؟ ايه ده الورق ده؟ حك المنبه حكتين يرجع بيك الزمن لعقرب السنين. اي كلام فاضي. ايه ده؟ حك المنبه حكيتين. وات وات وات. لا 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 ايه ده؟ لا. انا ماليش قعد هنا. أنا مزعور قوي. هي الأوضة بقت نظيفة كده ليه؟ روح أبويا وروح جدي جم نضفوا لي الأوضة عشان ما أقعدش في العفونات. إيه الصوت ده؟ روح أبويا وروح جدي شاطين روح موزة. ما أطلع أشوفها. 4.35 قلت ما بدهاش بقى. صح، يبقى كده البوسة تقف بكام؟ يعني البوسة يا لهوي دي غالية قوي. هو حصل ايه في الدنيا ولعت كده ليه؟ ما تجيب بوسة بوسة كده في الصلاة عين عينك. ما تقوم ترقصينا شوية يا راجل. اتلم ده انا حامل في التاسع. انت كنت بترقصي وانت حامل فيا؟ اتاري شخصيتي طلعت مهزوزة. قوم البس بقى وانسى. انا هنزل دلوقتي اروح الورشة بس لما ارجع هترقصيني. ده انت مصر بقى. يلا يلا سلام. فاكر يا كيتي؟ حلوش. انا جبت كل حاجه. نزل ولا لسه؟ كان هينزل. ليه ما نزلش بس؟ خينا كيتي يا لهوي. يا نهار اسود اعمل انا دلوقتي يا كيتي؟ هتستخبى طبعا. تعالى استخبى. خينا ماشي. انزل على طول كده. امي وعرفان بتتكلم مع مين يا خيتي؟ ده بتاع العيش. ماشي انا هفضحهم. هتروح على ايه؟ كركم البلا. عاش خاين ومات كلب. طول عمرك حمار
حمار زي ابوك. احترم نفسك يا عرفان. امال كنت عايزني اعمل لك ايه يعني بعد ما مسكتك انت وامي في الشقه؟ انزل اجيب لكم ازازتين بينا؟ انا طول عمري صدقتي بامك عامله زي ما تكون كده جيرل فريند بتاعتي. ما هو كلامك ده اللي مشككني فيك. انت شكلك اتجننت. ما انت لسه قايل لي بلسانك اللي انا قلته لك ده حصل، يبقى انا عرفت منين؟ ما هو ده اللي مجننني. بس والله العظيم، والله العظيم مش زي ما انت فاهم. يبقى موضوع منبه جدي ده حقيقي ومش خيال. ما بلاش جو الفانوس السحر اللي انت عايش فيه ده. بص انا مش هحلك يا عرفان الا لما تقول لي ايه نهايه موضوع امي ده. انت مش بتقول ان المنبه ده يقدر يرجع الزمن لورا؟ مظبوط. ولو عملها مره يعملها التانيه. يبقى احنا لمؤاخذه نروح بربطه المعلم كده نجيب نهايه الموضوع ده ايه، وبالمره برضو ندور على الفانوس السحري، المصباح السحري، الحاجات القديمه بتاعه زمان الجميله ديت. بص يا رضا، الكلام اللي انت بتقوله ده كلام صحيح وجدك كاتبه في الورق، بس الراجل ده كان على اخر ايامه كبر وخرف وكان بيتبول تبول لا ارادي، فممكن يكون قال في الورق ده وهو بيتبول تبول لا ارادي. اخرس، انا جدي اشرف وانضف منك. متناجل على رأي المثل، الميه تكذب الغطاس. انا وانت نخطف رجلين عبر الزمن نشوف الحقيقه ايه ونرجع على طول. تروح انت لوحدك، انا راجل كبير وعندي الضغط وممكن اتعب منك في الرحله دي. تعال معايا وهجيب لك دواء الضغط. ما ينفعش يا رضا، انت اللي لازم تروح لوحدك عشان تشوف الحكايه كلها من طقطق لسلام عليك. ماشي، انا هروح لوحدي وهسافر وارجع عبر الزمن، بس عارف لو رجعت وما لقيتكش. يا راجل اتنايل. ربنا يسامحك. ربنا هيسامحنا كلنا. خلاص بقى ما تقوقش بقى، خلاص امسك المنبه اهو. لا مش همس. طب ايه، اجيب لك مصاصه؟ لا انا عايز بوزو. بوزو تي ونيلي تي. امسك المنبه الزفت ده، اظبطه على ربع ساعه زياده عن الساعه اللي كنت فيها. ها استنى، ما تعملش حاجه. سلام يا رضا. ركوب آلة الزمن صعب قوي. نزل ولا لسه؟ كان هينزل. ليه ما نزلش بس؟ اجيب ايه؟ يا لهوي، ده نهار اسود. اعمل انا دلوقتي اياك ايه؟ هتستخبى طبعا. تعالى استخبى، استخبى ورا الكارت. ماشي، انزل على طول كده. تكلم مع مين يا خيتي؟ ده بتاع العيش. طب انا هنزل الورشة، عايز اعقم الشارع. عاوزك طيب يا حبيبي. يلا حالا بالا بالا هنو ابو الفاطر، هيكون عيد ميلاد الليلة اسعاد الاعياد، فليحيى ابو الفاطر. حبيب عرفان صاحب صاحبك وصغير. انت اخويا يا سعد، يلا بقى انفخ في الشمعة عشان ناكل الدرطة وننبسط كلنا. غدا يا سعد اللي انت عملته وهببته ده، الله يخرب بيتك. انت بتنفخ في التورتة؟ كلها بقى انت والست حرمك، وانا نازل اشوف الورشة اشقر عليها. وانت النهارده هاف ا نايس تايم. انا كنت متاكد يا مامتي ان انت شريفة ونضيفة، وعم عرفان مش كلب ولا حاجة. يا رضا، يا رضا ما ينفعش تلعب في الماضي. ده الكلام اللي قاله جدك في الورق اللي هنا جنب المنبه. اللي انت بتفكر فيه ده جنان. انا قلبت الموضوع في دماغي ولقيت ان الطريقه اللي بقولك عليها دي انسب طريقه ان انا ارتبط بنور. انت عبيط يا ابني، ما نور قدامك، ما تروح تكلمها بالوش ده. ده على اساس اللي انت من كام سنه ورا كنت احمد عز. مش بالوشوش، بالقلوب. امي قالت لي كده وانا قلبي طيب، وعلى فكره امي بتحبني. ما القرد في عينهم وغزال. ما هي قالت لي كده برضه. ايه ده؟ وربنا يا عم عرفان لو ما جيت معايا وسمعت كلامي لاشرب زيت باكم وموت نفسي. زيت باكم اللي هو ايه؟ اللي هو كده. لا بلاش ده، بلاش ده، ده غالي وما بنعرفش نجيبه. اهدى بس كده وصلي على النبي وقول لي في دماغك ايه. ولا حاجه، هتيجي معايا. اجي معاك فين؟ عبر الزمن. زمن ايه؟ والورشه سيبها لمين؟ ناصر. ناصر لا. ايوه رضا موتورز. اطلع يا ناصر. ايه قفلت الورشه يا قد؟ ايوه.
خدوني معاكم اتفسح. ايه شغل خدوني معاكم لاركب تاكسي ده؟ لا ما هو مش هينفع ناخدك معانا يا ناصر، انا وعمك عرفان رايحين مشوار صغير كده عبر الزمن وراجعين تاني. ادام فيها عم عرفان يبقى فيها حريم. رايحين فين يا لقمة؟ ندعك الفانوس. فانوس ايه اللي هتدعكوه؟ فانوس جده. طب ما تاخدوني ادعك معاكم. لا لا مؤاخذه خليك انت الفانوس الجاي باذن الله. والنبي يا عم عرفان هدعك بالراحه. ماشي يا سيدي هيجي معانا. ايه ده العربيه ما بتدورش يا نصر، والنبي زق كده ربنا يديك الصحه. نزق وماله، ادام فيها دعك يبقى لازم نزق في الاول. ولعلمك هتدعك اول واحد. عايز زقه متعه كده. انظر بقى. ماشي اللي يدعك لوحده ازوى. 27/5/2011 الساعة 4 العصر. التاريخ ده انا مش هقدر انساه. 27/5؟ ده مصر كانت بتلعب الكاميرون. انا بتكلم على نور. نور ما كانتش بتلعب في الكاميرون. مفيش كاميرون اصلا في الحكاية ولا غنى. بعد اذنك بقى عرفان بقى. نور يوميها كان عندها درس. ايامها نور كانت في الثانوية العامة. وانا كنت مستنيها برة من غير ما تشوفني طبعا. يا رضا بقول لك اخلص، الولية بتستنياني هناك. ما حسسني ان انت متجوز هند رستم، حرام عليك يا اخي بقى. كمل. نور دخلت شارع هادي. دخلت وراها وقلت بس هي دي اللحظة المناسبة ان انا اعترف لها بحبي. حلو الكلام ده. لا مش حلو. اول ما جيت اقرب منها لقيت في شاب نازل من العربية. الشاب ده كان شبه العربية الدوج ريام بالظبط. الحلوة ليه رفع حواجبها ومحدش عاجبها؟ طبعا انت سخنت وتدخلت. انا سخنت الحقيقة بس ما اتدخلتش. محسوبك عطا اللي بيموت في الشعبطة. اوعى يلا. صحيح الطاري دايما مفتري. يعني سبتها لوحدها الشباب يعكسوها ومشيت؟ اصلا انا بصراحة خفت اتدخل. الشاب اللي عمل زي العربية الدوج ينفضني ويعلم عليا. كنت هتعلى في نظرها قوي. لا كنت هسقط في نظرها. هنا بقى احنا عايزين نرجع ونصلح اللي حصل ده. خطر. مش هينفع يا رضا. جدك بيقول اهو لو غيرت احداث في الماضي الحاضر هيتغير والاماكن هتتغير وهتختلف الوشوش. معنى كده ان احنا لو لعبنا في الماضي الحاضر هيتبهدل. ما تقلقش يا عم عرفان، وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. استغفر الله العظيم. طب يا سيدي هات المنبه في النص، بس خلي بالك اقصى حد لينا ساعه واحده بس، يعني لو ملحقناش نعمل اي حاجه قفانا هيقمر عيش. يظبط بقى الايام والشهور والسنين. تمام. حط المنبه في النص. جاهز؟ جاهز. يا اختي والراجل اتاخر كده ليه؟ عمال يعوي بره. يا ريس يا لهوي. لا ده انا رزقي واسع قوي. ده الليله باينه عليها حلوه من اولها. انتوا طلعتوا لي منين كده وانا بقميص النوم؟ قميص النوم ايه يا وليه؟ ده انت لابسه اسوان. يا ريس. اللي مين رزق ده؟ اكيد صاحب الصوان. يا ريس. يا قلب لا عندي فقم من جوه. بقول لك اسكتي. انت متجوزه رمسيس الثاني ولا ايه؟ انا من نون. والله العظيم يا حبيبي ما اعرف، دول طلعوا لي كده فجاه على السرير. فعلا يا استاذ رزق المدام بتتكلم مظبوط، احنا طلعنا من السرير. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا رضا؟ هو الاستاذ رزق حمار عشان يصدق اللي انت بتقوله ده؟ احنا بتوع الغاز وجايين نكشف على الماسوره الام. حب عمري ابن قلبي والله العظيم ما خنتك ابدا. اسكتي يا خاينه يا سفله. انا اول واخر مره اعيش معاكي. انا عايش معاهم. انا هتصل لماما. لا لا ماما لا استنى بس. يا رزق يا رزق. فكك من الرزق دوت وخليكي في الرزق اللي في ايدي. طيب انا هطلع بره بقى وارد عليكم الباب يعني. الله بواسيها. انت نسيت لازم نلحق نور ومشوار نور. معلش يا غزال ساعة زمن وراجع لك تاني. ماشي بس ما تتأخرش. وانا اقدر برضو. يا نهار اسود يا نهار اسود، احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟
اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله يا صالح، قتله قتله. بطل ياد شغل الحريم والولوله ده في عرتنا. اخلص ياد، لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. صحيح، فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا، الفلوس جنب السلاح، احنا من الخضه والهويه جرينا. يا نهار اسود يا نهار اسود، لا سلاح ولا فلوس، لا سلاح ولا فلوس. احنا ضربنا، احنا رجعنا سلام. اقول لك دي نفسين، دي نفسها عشان يروق كده. خد يا عماده المخدرات دي، صح؟ هات هات، ادوني مخدرات، ادوني حقن، شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده، السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه، انا بقى مستني اسمعها دي، هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك، انا مش هدفع مليم تاني. جرايه يا عمرو، انت هتدفع عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت قوي يا صاحبي، تعبت قوي. يا عم قوم الحوار دي اول. طب خلاص خلاص يا عمو، خلاص ايه ده بقى، خلاص مش الجنب بتعيط بقى، خلاص قلنا ايه؟ خلاص معلش، هو انت تعبت لوحدك يا عمر؟ ما انت تعبت وانا تعبت، هنيجي دلوقتي والنخ بدأنا مشوار نكمله للاخر. يا جماعه يعني لو فيها مشكله انا ممكن اروح لرجاله المعلم بدير وهم حبايبي، يعني مش هياكلوا حقيقي. انت تخلص خالص يا ابن الجزمه، بقول كل اللي حصل ده بسببك، ده انت قاعد تشبه على راجل لغايه ما مات. خلاص، هو الواد ده هيتصرف الفلوس وانا هتصرف السلاح. تيجي تيجي يا هوا، ما تيجي 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 نتعلم سوا، ما تيجي 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 يا هوا، تعالى ما تيجي تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا طعم بينا هنا في تلتة تاني، عايزة شقلاطة وزروطة، يلا بينا نهيس سموك منور الدنيا حبيب القلوب. انت فين يا غزال؟ موجودة هي زعبوب، يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه. طب بقولك ايه، سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له ايه؟ تغيري له هالجر. انها الخطيئة، العامي وريهم. يا لوس بالشوكولاتة تعالي يا فرطان. الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا الاسوار وخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك، يا تهمل وتسكت تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد. ابو الزعبوب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه، بتحبني ولا عادي؟ عادي، انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من عادي حبيبي قلبي، كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده، قبل اي كلمات مش تعرفني على مجالك؟ اه ابو اخزه، آه عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامه؟ سهلا سهلا. زيرو زيرو، دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبيه. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأه دي، جت منين في بقك ده؟ اوعى كده، خليك معايا بس معلمين. ثانيه واحده، ابو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في الماسوره الرئيسيه. منور يا صلوحه، منور يا حمامه. ثانك يو. نورك والله يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده، محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فرده؟ ثلاث حتت بس كده. حفيفي منورينا يا رجاله. فيفي مسؤوله الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافل، ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استاذ فيفي، عرفيني بالمرة على أصحابك. أنت تأمر. سؤال والنبي. نعم. إلا فيفي دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بيبم؟ كلمتين. أحب اللي بات واللي ما باتش. جاي لك يا سفلة. صاحبك جريء قوي، بس فيفي هتفلطحه. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيتش عندك قنابل؟
وايه العباره بالظبط؟ هو انت عايز ترسمت الاسلحه دي في ايه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت اوديت في منت. ما قلناش كتير بقى نقابله معلش. استاذ شيبوب معلش. شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا زعبوب. شيبوب ايه؟ زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في تلات عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس تطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب، اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح. الشغل ادي لسلوحة. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشة بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عيني. يلا. حلو بقى. لا شكله. يلا كمر بقى كمر. حلو قوي. ايه ده؟ جرائم انك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بلعب انت وحمامة بقى عسكر وحرامية شيخ. ماشي. بقول لك يا عم زعبور بكام الحتة؟ بثمانية. يعني التلاتة ب 24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. اه. ايه ده؟ يا نهار اسود. الفلوس فين؟ نعم يا اخويا؟ لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك ومن الشرطه والكلام ده مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. انت هنا بقى فلوس. شوف جنبك طلق هنا. احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي. صالح النجم وعمرو بن الناس طيبين. وزيرو يعني ده اللي هتاخد صورة مع زيرو الأسطورة وبيبي بيبي اللي جابت لنا السلاح. بتصعب ايه؟ يا عايز ايه؟ بتصعب ايه؟ يا نجم ايه الماسكة دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ماسك تمثيل وزارة كليك عين كمان. رد اتبسط قوي. تمسك يا معلم عدو عيب الدار امان. البت اللي اسمها ايه؟ سكلكاتانا دي اسمها ايه؟ البت المستردة دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش فلادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه؟ اه موجود. ارفع سلوحه. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع. انا كمان شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج. اسم ايدك يا عبد خانة الرحمة. ابستو. الصبح ليه في ايه؟ عمل في الفيلا كده؟ ده انا ابويا هيجي يشقني نصين. ايه اللي حصل؟
يا نهار اسود، هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش فاكر حاجه خالص. يا نهار اسود. صالح قوم وضب معايا، قوم بسرعه، انا هوضب هنا وانت وضب هناك. انضف فين؟ هناك، بس بسرعه واحد ابوك قوم. انت صباعك فين يا عمر؟ اقول لك فين وما تزعلش؟ قول. المهم انت ما تزعلش. ماله صباعي يا صاحبي؟ انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال اروح لاول وقت. هو انت سايد عليا كده ليه؟ الصباع ايدك هو اللي طار، انت بتقرق ليه؟ تعبان يا صالح، تعبان. انا مش مصدق يا اخي ان انا مش هشوفه تاني. هو ايه ده؟ صباعي يا صالح، صباعي. صلاح، هو الصباع ده مش ممكن يطلع تاني؟ ده على اساس انك برص؟ انت متخلف ادي يا عمرو. يا ابني هو مش الضفر بنقصه وبيطلع تاني؟ احنا مش نفكنا من المحن ده ونفول العمليه بتاعتنا ولا ايه؟ اتصرفنا في موضوع السلاح، هنتصرف ازاي في موضوع القنبله؟ مش عارف، هنتصرف. هنتصرف ازاي؟ هنعملها احنا؟ صحيح. طب ما نعملها، ما نعملهاش ليه؟ هي مكرونه فرن. نحط القنبله في الفرن تطلع لنا جاهزه. مش عارف بقى، ونشوف اي طريقه ونعملها. هنشوف اي طريقه ازاي يعني يا صالح برضو؟ نشوف اليوتيوب. يوتيوب ايه؟ احنا ندخل رابع ما بيننا ليه؟ اكتب يا صالح. ها. كربونات صوديوم. صوديوم. حمض كبريتيك اللي هو ميه النار. ميه نار. باودر من الفاير ووركس. كور بينج بونج. والغلب على الارض بقى ولا ايه؟ لا، الاستظراف هو انت ايه اللي انت عامله يا متخلف ده؟ انت قاعد بالشبشب بتاعك على السرير اللي انا بنام عليه؟ اقلع. حاضر حاضر، معلش انا اسف. كاندلز، باتريز، شمع، بطاريات، فينيجر، خل، اند بطاطس. لا ثانيه واحده بقى، شيبس ولا صوابع؟ هو انت كده بتبقى عامل الشكشوكه؟ بتترجم صح انت ولا انت معتوه ولا ايه؟ ما هي الترجمه كده، هي بتقول بالانجليزي بوتيتوس، هتبقى ايه؟ يمكن بالانجليزي ليها معنى تاني، يعني زي عندنا احنا هنا ارنب يعني مليون، فاهم؟ اكيد بوتيتوس مش يعني ارنب. يا جماعه ما يمكن بوتيتوس دي يعني بطاس. مش بس بس بس، خلاص انا اسف. كمل يا عمرو كمل. يا اخوانا انا حاسس ان الوليه دي الشيخه خديجه المغربيه بتاعت رد المطلقه وقلب الحبيب في ثلاث ساعات، والقنبله دي لا هتفرقع ولا نيله. صباحه ابيض. هتفرقع وهتشوف. بس كده انا شغلت التليفون، وروح ورا التبه واتصل بالقنبله. يلا. لا لا لا، استنى استنى، الست كانت بتقول ان في اخر حاجه بقى نحط بنزين. يا ابن اللذين يا دي عمرو، طب والله ليه لازمه اهو؟ تيجي عليك اوقات كده بتفكر جلع. زيرو البنزين بسرعه. يلا. بنزين ايه؟ الازازه اللي فيها البنزين كانت على السفره عند عمرو، قلت لك خدها، احنا خدها احنا خارجين. ده انا شربتها واحنا جايين في السكه. عم بيهزر بيهزر. اهزر زيرو، مش هتهزر. يلا. والله العظيم شربتها واحنا جايين في السكه. هو ده كان بنزين؟ يعني انت يعني غبي وسكتنا؟ مفيش استطعام، ما بتدقش، ما عندكش حاسه شغاله؟ ما انا قلت دي صفه عاليه يعني، وانت دماغك تقيله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقوش. ما تقلقش، يعني هنعمل ايه يعني؟ انا هتصرف يا اخي. تتصرف هتعمل ايه؟ هترجع؟ يا اخي Thank you.
بس يا ابني بهدلت الدنيا بهدلت الدنيا. انتوا منين البنزين دول؟ من تانك البنزين بتاع العربيه. برضه ساعات كده بيبقى ايه شكله كده ايه لما بتقرب للجد بتفوقه بس كده ايه. كده تمام. يلا يلا يلا. تعمل ايه؟ بص هنا حلو قوي هنا حلو قوي. استنى انت بتعمل ايه؟ حاطط مقبله عشان افجرها. مفجرها انت ليه؟ مفجرهاش انا ليه؟ يا عم بتكبر يا عم. هي لعبه يا حبيبي تعال صغير. يا حبيبي مش عيال، ما انت اللي قافش فيها اهو. اه صحيح يا معلم انت اللي قافش فيها صح. هتديني انا افجرها؟ طيب انت هتزيد انت كمان. انا اديتك الموبايل هتبيعه. لا 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 انت يا ابني حبيبي اكبر. انت عيل صغير ولا ايه؟ اكبر حبيبي. العيال الصغير هو اللي بيشبط في الحاجه وانت شبطان اهو. هات لو سمحت يا صالح. ما تلمش ايدك عشان ما تقفش بجد. ها حبيبي. طب اقول لك على حاجه، نلعب كيلو باميه. ماشي انا موافق. كله باميه القطه العاميه. عملناها يا رجاله. جدع انا صالح. عيب عليك. اوعى على دماغك. تصلح يا معلم عادي على فكره. ولا عم انت كويس؟ معلش يعني يا اخوانا، يعني انا عارف ان هو سؤال مش في وقته، يعني احنا هنروح ازاي من الحته المقطوعه دي؟ ازيك يا خالتي؟ اهلا يا سعاد. والله العظيم ليكي وحشه قد الدنيا كلها. انا وماما بقى خلاص ما تزيطيش فيها وتحسسيني الجايه تسلمي ولا تشقري. ليه انا مش عارفاك انت امك الواطيه؟ لا بتسالوا ولا بترفعوا سماعه التليفون الا وقت الجمعيه. لا والله العظيم يا خالتي انت ما تعرفيش غلاوتك عندنا قد ايه. خلاص خلاص. عموما استني عليا يومين ثلاثه لحد ما صالح يقبض من الراوتر. راوتر؟ راوتر ايه ده اللي بيقبضوا منه؟ انا هقول لك ايه، ما انت جهله. ابني صالح ربنا كرمه وبيشتغل دلوقتي في بنك الانترنت وهيقبض من الراوتر في راس السنه الماليه. ده تلاقيه بيشتغلك يا خالتي وبيضحك عليك. ايه؟ ارجوكوا مش عايز هزار. فك يا بنت بقى. لا يا عموره احنا حلوين قوي. بس صالح والنبي مش عايز هزار والنبي. كفايه يا جماعه اللي حصل في موضوع العربيه. وبعدين انتوا مش فاهمين، انا طول الليل بحلم بكوابيس. سامي يا جمال واقفه مع ابويا بيضحكوا ومعلقني من عرقوب رجلي بخطاف زي الخروف، فلو سمحتوا الموضوع مش محتمل اي تهريج. ايوه بيضحكوا، شفت؟ عارف ليه؟ عشان انا وديت العربيه امبارح عند الميكانيكي وقال لي انها هترجع زي العروسه. بجد يا صالح وحياه ابوك العربيه ترجع زي ما كانت؟ والله قال لي هترجع زي الفل، بس هي محتاجه شويه تكليف. يا عم تتكلف زي ما تتكلف، المهم ابويا يرجع يلاقي العربيه. ما تقلقش، ابوك هيرجع يلاقي العربيه زي العروسه متجوزه في الجراج. فك يا بنت بقى. فك بقى. عمورة يضحك منين؟ عمورة جدا منين؟ عمورة جدا منين؟ لا 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 بس. الحمد لله الحمد لله. طب حس كده بقى يا جماعه، معلش خلوني اخد رايكم في حاجه. اه ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عربيه قلت الدابه وترجع زي الاول. ده العربيه اتبشملت وبقت شاورما. خليك في حالك وحط صنك جوه بقك. ما هو يا تقول كلام في محله يا تقول حل محله. انت مال اهلك؟ انت مال اهلك؟ الواد مكتئب والعمليه بكره، قلت اقول له كلمتين عشان افكه. المهم انت مش كله تمام؟ لا لا اما تلق. انا قصدي لا كله تمام. معانا السلاح وبدل القنبله اتنين ناقص بس الشنط والماسكات هجيبها لنا الحيل الملزق ده. محدش يتحرك من مكانه، المكان كله محاصر. ايه رايكم بقى في الطقم ده؟
حلو؟ اه كيوت جدا. ان شاء الله بدون مقاطعه باذن الله، ده اللي احضر بيه بكره السرقه ان شاء الله. طب احط له دقنك طويله كده ينفع؟ طب اروح تعالى تعالى يا دهبل انت. دقيقه بس دقيقه. تعالى هنا تعالى. روحها. انا مش هلبس الهبل ده وهروح البنك بكره. امال هنلبس ايه يا صالح؟ هلبس بدل. بدل ايه؟ بدل ايه؟ احنا رايحين نخطب. ما هو نلبس بدل وعليها مسكات. بقول لكم ايه؟ ركزوا معايا عشان هراجع لاخر مره على الخطه. انت هتروح الشغل بكره عادي. في الوقت ده انا وانت هنأجر عربيه ونفك كمان النمر. تطلع انت قبل خروج الموظفين بربع ساعه كده مستناك قدام البنك. هنستنى كلنا ومعانا الحاجه ونراقب الكاميرات. اول نور الكاميرا بتطفي يبقى السيستم وقع. ودي اشاره دخولنا البنك. تمام يا رجاله؟ يا رجاله. عمرو هات النضاره من البنك. النضاره. لسه الكاميرات ما طفتش. بقول لكم يا عيال عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي. ايه ده؟ ايه؟ ايه احنا يا ابني مش قلنا نلبس جوانتي؟ ما هو ده جوانتي. جوانتي يا زهر جوانتي يا حبيبي بصوابع عشان البصمات جوانتي. ايوه ماله ده؟ هو ايه اللي جوانتي يا ابني؟ جوانتي عشان السرقة. ايوه ماله ماله ده؟ هو ايه اللي ماله ماله ده؟ جوانتي يا متخلف. ده هدوك يا جوانتي. انا اسف. الله انت مش قلت لي هات جوانتي. خلاص ما تجعرش. جبت لك جوانتي. خلاص ما تجعرش انا اسف خلاص يا رب تحبس لوحدك. صالح اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز تتكلم فيه ده غبي. بص يا رجاله ما ينفعش نخش جوه ونندهوا بعض باسامينا. امال هنندهوا بعض باسامي مين؟ اسامي مستعاره. احنا دخلنا جوه وقلت لك يا عمرو وانت قلت لي يا صالح هنتفضح بعد ما تعرف. صح. طب انا جات لي فكره. ايه؟ تعالوا نلخبط اسامينا ونندهى بعض بيها جوه. يعني مثلا انا اقول لك يا زئرو وانت تقول لي يا صالح ونقول لزئرو عمرو. ده انت حمار يا ابني. ايه؟ بجد انت حمار ما بتفكرش؟ طب ما هي نفس الاسامي هتتقال جوه. انت متخلف يا ابني. ايوه 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 صح. سوري 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 سوري. انا عارف فكرك ما تقدرش في ابوس ايديكوا. خلاص طب ايه هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه نقول لبعض اي اسامي مستعار. يعني انا مثلا مدهولي جوه قول لي يا كريم. ها من بالك نقول لك ايه انت ايه؟ انا قولوا لي قولوا لي يا فادي. فادي؟ وحش؟ مش وحش اسم تقيل. طب ماشي فادي. طب خلاص خلينا يزن. لا ما احنا مش بنلاقي اسم طفل رضيع. اخلص هنقول لك يا سامح. ماشي بس يزن حلو قوي. هو سامح واخلص. ايه النقاش ده؟ بنتكلم في ايه دلوقتي احنا؟ ماشي ها نقول لك انت ايه؟ ما تفكك يا نجم من الهيافه دي واكبر للناس ونفوق للشغلانه بتاعتنا اللي داخلين نعملها دي. هيافه؟ ماشي انا بقى هحمد لك باسمك الحقيقي. صالح ما تهركش الموضوع ده ما فيهش هزار. انا بتحظم ارقص قدامك هقول لك اسمك الحقيقي. صالح. صالح صحيح والنبي ايه اسمه الحقيقي؟ هو انت ما تعرفوش؟ لا والنبي قول صالح تقول لي ايه؟ قول لي صالح. سناء. قتلوا وبس. زقره رايح زقره جاي شبح. سلام. خلاص بقى ما كنتش تعرف. فخلاص بقى انا ما تزيدش. خلاص خلاص يا عم قول لي يا مد. ولا صالح امك عجبتك قوي. حلو عليك اهوت وتعود. طب امك انت بقى يا عم يا متخلف. امك هناك اهي. يا نهار اسود. طب انت ايه اللي جابها هنا؟ معرفش. اخي اللي عرفت انها تلفت اتجاه عشان تتاكد. طب والعامل؟ العامل؟ معرفش. بص احنا نستنى شويه تعرف الخبر تتصدم تروح. هنخش بعد ما تروح بقى. يا ابني الكلب. يا فندم. يا اخي مش انت. منك لله يا صالح. طب هو الاستاذ نزيه موجود؟ يا فندم. بس اموري انا النائب بتاعه هنا وقائم باعماله. اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ وانا كنت عايزه منك خدمه كنت قلت لك. ما انا عارفه. انا عايزه الاستاذ نزيه. مدام رشا مش ممكن. عرفتك من البرفيوم بتاعك. ايه النور ده؟ زي حضرتك يا مستر نزيه. بخير طول ما انت بخير.
هو انتوا قفلتوا ولا ايه؟ ولو قفلنا نفتح تاني عشان خاطر حضرتك. سامي. ايوه مستر نزيه. ازيك يا مدام رشا؟ الحمد لله. شوف مدام رشا عاوزه ايه؟ انا هروح الحمام ثواني وارجع على طول. استاذ نزيه المهندسين بداوا الشغل في السيستم وعايزين نفضي البنك. يعني السيستم دلوقتي واقع. مدام رشا هنستأذنك بس لمدة ساعة تقعديها معانا لحد السيستم لما يرجع. ده من حسن حظي يا مستر نزيه. شوف مدام رشا تشرب ايه. نعم. شوف مدام رشا تشرب ايه. طيب مدام رشا استريحي على ما اشوف لك حد من البوفيه تشربي ايه. عاوزه نسكافيه بلاك من غير سكر بليز. بلاك. انت عم اسمك ايه؟ انت تعالى تحت امرك يا سامي بيه. سيب باب الاي تي ام مفتوح واقفل باب البنك الداخلي، مش عاوز حد يخش، فاهم؟ حاضر، بس اذنك ادخل المكنه جوه عشان ما تتسرقش. مكنه ايه؟ الموتوسيكل بتاعي. شوف هتعمل ايه وتصرف. يلا يلا بسرعه يلا. حاضر يا سامي بيه. الكاميرات طفت. طب يلا بقى يا حاجه. الحاجه شكلها مش خارجه من البنك دلوقتي. طب وبعدين يا صالح؟ صالح ما بدأوا يشتغلوا في السيستم، يعني قدامهم ساعة بالكتير، يا يعني نخش دلوقتي يا إما نلغي العملية. لا، عملية إيه تتلغي؟ أقول لكم هنتكل على الله ونخش. المهم كده كده مش هتعرفنا، مش احنا نسلم في قط. أنت حطيت الشنط والمسكت فين؟ ورا في شنطة العربية. حلو. يبقى يلا بينا رجالة. ولا إيه ده؟ مش حلوين؟ Easy mama, boop beep, boop beep, mom beep, boop beep, bazi boop beep, booty beep, boop beep, bazi boop beep, ah oh, it's good idea, it's good idea, good idea, it's good idea. Come on, let's go, Carlo. Come on, let's go, Carlo. Come on, let's go, Carlo. صالح بس صالح صالح ايه ايه يا اخي؟ اوعى. عايز ايه؟ بقول لكم ايه، مش عاوز حد يفتح بقه، كله يقعد مكانه. استني انت حاجه، استني حاجه، كله يسلي نفسه. قومي قومي اتفضلي. انت عايز مني ايه؟ انا مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت. انت ماسك في الدنيا كده ليه؟ انت حد كلمك؟ مكانك هنا. بقول لكم ايه؟ اليوم هنمشي زي الفل لو سمعتوا الكلام، ومحدش فيكم فكر يضايقني، عشان اللي هيضايقني هزعله. ها؟ سامح. يا سامح. يا سامح، انت يا عم الضفدع انت. ايه؟ خد لي موبايلات الناس. اسجلهم في ورقه ولا سايبهم على الموبايل؟ فوق معايا، بلاش غباوه. تعالى. خد الشنطة القماش من الشنطة الكبيرة، خدها وتلمي لي عدد الناس الموبايلات. معلش انا متوتر جدا، متوتر جدا. معلش معلش. ها مجدي، مجدي تثبتي بقى يا بنت، يخرب بيت حلاوتك. اخ ده اللي ربى بتاع مربى. انت يا زفت يا مجدي. ده مؤاخذة يا نجم، اصل اللي لابس بتاع ملابس. ابوس ايدك، ركز معايا، ما تفضلش في داهية. حاضر يا نجم. فين مدير البنك؟ ايه يا صالح؟ مكتب استاذ نزيه فوق يا ابني، انت نسيت؟ مش غباوه. استاذ نزيه دخل الحمام. بس انا نائب المدير، لو عاوز اي حاجه انا بحل محله، اتفضل يا عمر انا موجود. انت حد وجه لك كلام؟ حد وجه لك كلام؟ انا هحط اعصاب فين مدير البنك؟ بقول لك ايه، ما تيجي نمشي. نمشي ايه يا ابني؟ انا جايبك كاين وشفت فين؟ ما اصل تقول لك ركز معايا، الله يبارك لك. ها؟ خليك هنا وانشف. الناس دي لو حست ان احنا هفقات هياكلونا. ماشي هياكلونا. ركز وانشف، خد نفس وزعق فيهم. انشف. حاضر هنظم نفسي. نظم نفسك يلا. هنظم نفسي. بالظبط. طيب بصوا بقى علشان نبقى واضحين. ماشي. لا ما تخافيش ما تخافيش ابدا،
ما يغركيش ماسكة سمكة ده تحتي قرش. اقف عندك يا ماما. انت مين وعاوز ايه؟ ابوس ايدك ما تقتلش في الكمانين. حاضر حصلك لما تخلص، بس هات الموبايل. اديني فرصة اخلص لما محصول الفراولة. بقولك هات الموبايل، انت بتهزر؟ خلص بسرعة. مش عارفه. ايه ده؟ اقف هنا، اقف عندك هنا يا رجاله. الراجل بتاع العمل بيضرب علينا نار بالجهه دي. نفسيه بقى مش بوريله الجهه. طب بقول لك ايه، روح انت امن الرهين في الاوضه دي وتعالى بسرعه. يلا راجل خد دي. يلا يا اخويا، يلا رهاين. عمرو امن لي ظهر انت. ها عمرو، عمرو ايه يا ابني انا كنت كده ليه؟ انا صالح يا ايه؟ انا صالح يا مالك؟ انا مش سامع حاجه خالص، مش سامع حاجه. السبب الحيوان صاحبك جيت اتحمى فيه بيضرب نار جنب ودني لحد ما اترش. انا اترش يا صالح. مش عملت ايه في الواد ده؟ عيل طارق. خدي. انا اقول لك، انا هغطي ظهرك وانت تهجم عليه. جاهز؟ مش فاية. اثبت مكانك، اثبت مكانك. ايه ده؟ شفت بيعمل ازاي؟ هنعمل ايه في الراجل العنكبوت ده؟ هنصطاده ازاي؟ مش عارف. هقول لك، تعالى معايا نطلع وانت خليك انت هنا. ايه؟ انت خليك هنا انت. انا مش سامع حاجه خالص يا صالح. كريم اسمي كريم. ايه كريم؟ هقول لك، انت خليك هنا. انا وزقرو هنطلع نجيب عم مجداف ونجيلك. ماشي؟ ماشي. يلا. يلا. ماشي. تخبى في اني جحر ابن الكلب. خش جوه يا امي، خش جوه يا ماما. ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ احنا ضهري. ايه؟ هنعمل ايه؟ خش انت من هنا. وانت هتعمل ايه؟ انا هستنى هنا. نعم اخويا؟ انا هخش من ناحية تانية. يلا يلا. ماشي. عشان ما لقيش مخرج يخرج منه. طب ما تخليه هو جوه واحنا بره من غير اكل ولا شرب، يموت موتة ربنا. هو فار؟ ثم ايه؟ راجل قد جدنا مش هيقدر عليه ولا ايه؟ معلم زيرو قد جدنا مين يابا؟ ده المعلم رزدان، ده فاتحك في المكتب. على فكره كنت قاصد، بس انا قلت باي معايا يعني عشان راجل كبير. يلا يلا واحمي ظهرك. يلا ولا زيرو زيرو الحالي. اسمك ده يا صالح، راسه عندي ايه؟ هو قدام الحيرة يا ابن العبيطة، هستلقك لو ضربت بالنار. مش هتلحق يا ابن الكلب، يعني عارف انك هتموتني. دواء عندي، لا مؤاخذة يا صاحبي.
اتكتم بقى. شوفوا بقى بقول لكم، اللي هيفكر يعمل حاجه او يتحرك من مكانه او يقل عقله ويبلغ البوليس، انا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي انتوا بتعملوه ده غلط، دي مغامره ممكن توديكم في 60 داهيه. خاف على راسك يا اخويا. اقعد بس استاذ سامي الكلام. اللي هيفتح بقه من غير ما اذن له او يعمل حاجه تضايقني او يعصبني هزعله وهزقه. يا استاذ جاموسه انا ما قلتش حاجه. الله، طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليا. هلا لا مؤاخذه يا نجم. اي يا ماما اموري. بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعه كده ولا حاجه، بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجه يا ماما؟ حبه قصب. والسكر يالا عليك تاني و... حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك. لو سمحت. انا عندي مشكله. اموري. اصلا انا عيانه وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا، اصله حقنه ولازم حد يدهاني. في العضل؟ ايوه. انا كنت شغال في صحه باب الشعريه. اشتري مني، انا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس. لا خلاص. انا قلت مفيش ادويه يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش. انا بقول اهو خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده انا؟ والله يلا يا ابني يلا. يلا. عمرو اخبار عمرو؟ صالح قال لي صوتك انا مش سامع حاجه خالص. شش. طب اصبر. وطي صوتك وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه. سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي، كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربيه ابويا راحت، اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عمور، اهدى يا حبيبي خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا. انا هموت هنا. لا يا حبيبي. انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي. والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ هجيب رحله يا حبيبي. خلاص كلها شويه وهنديك خلاص ونمشي. خلاص خلاص اهدى. كله بسبب الحيوان ده. قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقول ايه على صوتك؟ انا اترش نهائي. لا لا انا اترش الاول كنت بسمع تشوش دلوقتي مش بسمع تمام يا سيدي. لا ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 من غير ضرب. من غير يا جدعان ما يمشيش يا جدعان ما يمشيش. احنا فين بقى؟ يا عم يا عم قوم بقى بشويه. ايه فكرت انت هو مكانك؟ انت بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضرتكم؟ بصرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زملاء يا ابني خلاص بقول لك حراميه. ايه قلعت؟ مالكش دعوه بيا. اثبت شهادة انت وهو. اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزا؟ يا ابني اقول لك خلاص. ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي يا السلاح اللي جنبك ده. ياه ليه يا شبح؟ ما الحاج قال لك ان احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. اخس. بتسرق مكان اكل عيشك لشغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت.
في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل اللي في البنك فوق فوق المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك، الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله، واحنا هنقرمش وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام، هتطلعوا فوق يعني، هتطلعوا فوق. خلاص سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مقتبل العمر، اديهم فرصة تانية، تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا تعال عايزك. صالح هما بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها، سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا بتاع علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هم فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا دخول البنك والسيطره عليه بتاعي، ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لولا اني عارف ان ما فيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك، حضرتك اقص عليك يا زمن، ولو جه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه؟ يا بابا مش سامع. يا بابا يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا بس برضه ما مفيش مفيش بس. خلص الكلام، هي كلمه انا قلتها، هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا اخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين حضرتك خليهم كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي يا ابني. على اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبقى على الضعف. اسمع عاد انت وهو، انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه، اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم، الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاوروا وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات، لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول الفلوس بتاعت البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة، وانا هطلع اهم من الرهاين اللي فوق معايا اكسر. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك من مكانه. يا جماعة انا غريب، في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك؟ ماجي برضو نبهولنا عليها جامد، قالوا يتحرك من مكانه هنزعله هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها، بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه انا كده ماليش دور، استاذنك انا؟ لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله تاني. اصلا انا عيانه وباخد دواء، لو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحت سكه شبع. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجل على الارض. اشرح لنا بقى في فوائد البرشام، لولا الفردتين انت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟
علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا وكفايه جدا اللي حصل. نمشي نمشي فين يا خالد؟ وهو يلا يلا عشان ركز الصرافه قلب عيشنا احنا ما تفني الزير. يلا ماشي. قلت له بكل خزنه وليها ميتها، في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه. فاهم قصدي؟ خلص من دول بتعمل، هتفضحنا مين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 لا, لا. ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها معاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلم نفسنا كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكه. ولد شوكه داخل البيت اسف، انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا رساله بابا وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. انا حاضر. يا سلام انا بعشق نجاة الصغيره. انت تعرفي ان نجاة الصغيره تبقى اخت سعاد الصغيره، اخت سعاد حسني؟ اه طبعا عارفه. بجد؟ اه طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير، ده اكبر ورع فيهم ب20. بلاش برطمه. اخلص معاك كام؟ 3334. ايه وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58732. حلو، معاها 62066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك؟ انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد لو لفق هيظبط كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام. هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حالا ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنه نفجرها. ايزي ماما بوب بوب ماما بوب لازم بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبله فرقت وذاكره زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم نجم عايز ايه؟ المكنه دي تخصني. يا اخي اوكي بقى لا ايه صوت الفرقعه دي؟
لوك ايه؟ احنا مالناش دعوه ها؟ ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا؟ ايه صوت الفرقعه دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان صوتوا الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف فلوس بيقع، تقريبا في حد لسه حاجه في الفرن. احنا شاملين ريحه غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش ايه اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاتة. انتوا احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبله، كفرنا يعني اللي موت ولا اكتر. شالوا لنا هنا الله. ادخل يا ابني انت اهو. يلا بالراحه يا عم الشبح. اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابني انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيب. لا يا لعينك، كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا مرفوض ايه يا ماما، انا مش مرفوض ولا حاجه، انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح، قلت اخش شوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين يا نجم؟ احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا، ابني حرامي. لا يا ماما حرامي ايه؟ انا اقول لك، انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز. ايه بس وزفت ايه؟ طول عمرك بقول عليكوا فشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس اشغلها واعمل بيها مشاريع كارد يعني، وفي الاخر كنت هفضل عليا البنك. ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زيرو ملوش دعوه، وعمري مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ اه يا ماما محتاج. اه تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهد، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما استثبتش في البنك. لا انا ما استثبتش في البنك عشان سامي بيه مستصدم هيودي في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني، انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجه، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. اما انت بقى يا سي عمرو فخيبت املي فيك، انا عارف ظروفك كويس وعارف ابوك بيعاملك ازاي، لكن ما كنتش هتخيل انك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني انا؟ انا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص. معلش علي صوتك علشان انا اتطرش، انا اتطرش ممكن نسيب. اوعى. عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس اصل العيب مش عليك، العيب على يا حاجه. ايوه يا حاجه، الله الله يا حاجه، الله يخليك يا حاجه. يا صالح يا صالح، انا داخل عشان خاطرك انت يا وليه يا وليه، انت مش شايف يا عم يا وليه يا صالح يا صالح. بابا بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول نخبط؟ يا بابا يا بابا انجز افتح الخزنه، البوليس زمانه جاي. يا نهار اسود، البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنة وسنة السجن بتسعة اشهر، هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجة، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجة في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. يا نهار اسود يا نهار اسود، انت كل ده لسه ما خلصتش؟ انا شغال يا ابني هو، ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل ومزاجي. تسهيل ايه؟ البوليس فوق. الله
القلب معاك ثانية بثانية. ايه اللي انت حبيبته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. ده الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، مشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ Is it my poop hip? Poop hip, mom, big poop hip. Bottom poop hip, booty, poop hip. Bottom poop hip. نهار أسوأ. ثلاث دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير ثلاث دقايق. مين الكبير بتاعكوا هنا؟ أنا الكبير. والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو لعب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالي معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكوا ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك وما حطش حاجه من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم العمور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جدة الحاجة كمان. يلا قدامي، يلا يلا اثبت. كله يثبت مكانه، محدش يتحرك. كله يثبت مكانه، محدش هيقرب لك دلوقتي. بس اخرج وسلم سلاحك احسن ما تحصل خساير. اسمعني كويس يا باشا، انت والناس اللي معاك اثبتوا، محدش يتحرك من مكانه، والا اقسم بالله كل خمس دقايق هرملكم واحد من فوق السطح من العشرين واحد اللي انا محتجزه. حاجه كمان، حد حاول يخش البنك من هنا ولا من هنا، انا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شويه. اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقتحم دلوقتي، تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل. يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح. يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا فايدنا ايه نعمله؟ معرفش، انا مش هسيبهم يتاذوا بسببي. بقول لكم يا جماعه، العصابه دي شكلها خطر بجد، يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكتر من كده. انا جات لي فكره، تعالوا. بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجة. اه احنا كنا بنلعب اكس او. اكس او ايه؟ اه والله. سيبوا الشنط عندكم، وانت يا ابني انت هو اطلع امنوا لي الباب. يلا وسمرت. يلا يا راي. والنجم معايا دوت. ايه دول؟ تابعوا مين؟ هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي حالا. ايوه يلا بينا يا روش. يلا يا حبيبي. وروش عاد يلا تروح فين؟ هتيجي معانا؟ تيجي معانا فين؟ هروح لقناطر. حلو ده. روش هتيجي معانا لقناطر؟ بقول لك ايه يا عم الحاج، انا على اخري. ما حدش هيجي معانا. على اخرك، على نصك، على ربعك، ولا حتى على تمنك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي. انت يا ابني انت وهو. يلا خد الشنط وسبقوني على بره. يلا اسرع. انت يا ابني. يا ابني. يا ابني. واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطه واطلع على بره. ايوه كده. بلاقي اللي اتأدب. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقول لك ايه يا اكسب؟ اكسب اكسب.
انت اكسم؟ تأكد؟ ايه لا ماسك؟ ايه لا الماسك؟ كمان شوية؟ يا كذاب يا كذاب، ودع ماما بقى. عمليات عمليات، في ثلاثة اطلاق نار جوه يا فندم، انتظار اوامر سيادتك. اضربه وانت زي الشح. شكلي يا ماما. صالح سيبني اللي في ايدك، صالح تعالى شبك لي، ابوس ايدك ابوس ايدك. لا اللي وصلنا كده بس يا رب، اللي وصلنا لكده. شليت لن تطرش مشروب. امنع الفلوس. زيرو. لا لا زيرو الحمد لله مات. احسن. سامي خد ماما طلعها فوق عند الرهائن وامنهم. ها وانا هطلع بره للبوليس واقول لهم اني سيطرت على الموقف. يلا. حاضر حاضر. تعالي يا تانس هاتي ايدك. عايز مني ايه؟ اثبت يا صالح. تعمل ايه يا سامي؟ ارمي سلاحك يا صالح وسيبه. فاني؟ انت اللي بعتهم؟ ده انا مشغل معاها عصابه في البنك بقى. سيبه يا صالح بدل ما اذيها. تأذي مين؟ بقولك ايه؟ لو لمستها هقتلكم كلكم. انا خلاص عليا وعلى اعدائي، مفيش حاجه باقي عليها. ما تخافش يا صالح. سيبه وسيب الفلوس وانا هسيبها لك. وانا ايه اللي يضمن؟ زي ما انت ما عندكش حاجه خايف عليها، انا كان ما بقاش عندي حاجه اخاف عليها. فعل كده يا صالح وسلم السلاح والفلوس ونخرج كلنا بهدوء من هنا. وهابي اند للجميع.
محمد شنطة الفلوس دي بسرعة. حامد مش نقوم بقى بابا كفاية نوم كده؟ براوة يا سامي بيه، براوة. وأنا اللي كنت فاكرك هتبيعنا. اسكتوا يا فشلة. يلا يا روش. إيه ده؟ إيه الفلوس اللي على المكتب دي؟ دي حضرتك الفلوس اللي كانت في شبابيك الصرافة اللي أنتوا أمرتونا إن إحنا ناخدهم، عاملين 62,000 جنيه بالظبط. المهم لي بسرعة في شنطة. حالا. الفكه برضه تنفع في الركنه ها. منير انت بتعمل ايه يا منير؟ انا لازم اموت الكلب ده قبل ما امشي من هنا. لا يا منير لا، احنا ما اتفقناش على كده. الدم لا. امال ايه، يضربني واسيبه؟ انا ما حدش علم عليا. خلاص بقى يا منير، احنا خدنا فلوس مش عايزين منهم اي حاجه، يلا بقى نمشي. وافق بس بشرط واحد. ايه؟ اخد العيلين دول والقرد اللي فوق اتسلى بيه. لا مش هينفع يا منير، مش هينفع. ياخدهم معايا اخلص عليهم دلوقتي. خلاص اربطوهم. محدش يتعرض لهم، محدش يضرب نار. بقولك ايه يا باشا، انت تسيب لي عربيه الاسعاف والبوكس، وخلي بالك البنك لسه فيه رهاين، اي حركه هفجر المكان باللي فيه. كله يرجع ورا، كله يرجع ورا. قدامي قدامي ورا. اشرف خليك هنا امن المبنى لحد ما يجي خبراء المفرقعات. برضه جم ورانا؟ اه بس ما تقلقش انا عامل حسابي. الحمد لله. براوة عليك يا منير، تربيتي. انا اتربيت اصلا. الموبايل فين؟ جيب الورقة. طب وفيها ايه؟ ما تجيب ليه؟ انا مالك في حاجة؟ لا مش عارف. ايه؟ اخلص. الله 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 الله. ايه اللي حصل؟ اللي جاله يا حضرتك، انا بشبع على حضرتك، العينين دي انا شفتها قبل كده. هو حضرتك كنت في مدرسة جوزيت؟ انا يرتقي ان احنا كنا في نفس المدرسة مع بعض. فكوني يلا عشان نلحق نشوف الفلوس. اتفضل يا سيدي. عفوا لقد نفذ رصيدكم. مش هتخلص. عملت ايه في رصيدي؟ انا كنت عايز اصارحكم من زمان على الموضوع. اخلص. اصل امي احتاجت رصيد فبعت لها. اتفضل يا ابو شكلك. دول 5 مليون. مظبوط. دول 5 كمان. وادي كده 5. امال دي فيها ايه؟ اللي قول لي كده يا بلدينا، هي الساعة تجي لك كام دلوقتي؟ تسأل يا ابني على الساعة ليه؟ ما الساعة دي ساعة بايظة. اه بايظة. ايوه فهمت، الساعة بايظة. اه الساعة بايظة. الساعة الحمد لله على السلامة يا نزيه بيه. الله يسلمك يا حضرة الظابط. احنا قبضنا على كل المتهمين في قضية سرقة البنك،
وعاوزين حضرتك ومجموعه من الرهائن تيجوا معانا القسم عشان نقفل المحضر. هما الاساتذه كانوا معاكم؟ ايوه، عمرو وصالح موظفين عندنا في البنك. طب اتفضلوا معانا على القسم عشان نقفل المحضر. اسمع ايه يا حضره الضابط؟ لا لا، سامح ابني بريء، دول اصلهم كانوا عايزين الفلوس على ايه؟ هو مين ده اللي بريء؟ هو فين ابنها؟ مش عارف حضرتك، انا اول مره اشوفها. ما تشغلش بالك يا حضره الضابط، دي امور عائليه. اتفضل معايا في القسم بهدوء وبدون شوشره، انا هفهمك كل حاجه. اتفضل اتفضل. ياما انت عملتي ده، كنت هتوديني في داهيه. انا اللي هوديك في داهيه ولا انتوا كنتوا هتودوا نفسكم في داهيه وتضيعوا مستقبلكم؟ خلاص بقى يا حاج، الحمد لله رب العالمين، ربنا عدها على خير. بصراحه كده يا زقرو كتر خيرك في اللي انت عملته معايا يا ابني. انا ما عملتش غير الواجب يا حاجه، انت في مقام امي برضه. يا نهارك اسود، انت بتقارني بامك بتاعت الفجر؟ الله يوعدك، انا شبه امك بتاعت الفجر، دي كانت بتبيع البانجو جوه الفجر. بس يا ماما عيب يا ماما.